ولمعرفة تفاصيل أكثر حول مؤتمر ميونخ للأمن الذي انطلقت أعماله اليوم، ينضم معنا عبر الأقمار الصناعية خبير الدي دبليو للشؤون الأوروبية لؤي مدهون. أهلا بك أستاذ لؤي. بداية، التحذيرات أطلقها مؤتمر ميونخ إزاء النزاعات في العالم، هل ستحفز دول العالم على تدارك الخطر وتعزيز جهود حفظ السلام؟ تفضل. هذا هو في الواقع السؤال الهام الذي يعني يطرح في خلال فعاليات هذا المؤتمر. مؤتمر ميونخ للأمن يصدر تقريرا سنويا حول حالة الأمن العالمي، حول التعاون الدولي، حول التهديدات التي تواجه منظومة العلاقات الدولية. وهو خاص رئيس المؤتمر حذر من أن هذا من أن هذا أن النظام العالمي الدولي يتآكل تدريجيا. لماذا؟ لأن القواعد التي قام عليها هذا النظام العالمي، القواعد التي أسست بعد الحرب العالمية الثانية أيضا وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي، هذه القواعد لم تعد سارية المفعول. كثير من الدول العالم لا تعطيها أهمية كبيرة، وهي بذلك تقلل هيبة مفهوم التعاون، مفهوم التعاون متعدد الأطراف داخل منظومة العلاقات الدولية. طبعا هناك جملة كبيرة من التحديات التي ذكرت في هذا التقرير، من أهمها أيضا الخلل في 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 آليات التعاون داخل المنظومة الغربية داخل حلف شمال الأطلسي الناتو. أيضا هناك مخاوف من تصاعد الأحزاب الشعبوية التي في أوروبا التي تعقد مفهوم التعاون الدولي الذي قامت عليه آليات التعاون على الأقل داخل أوروبا وداخل أمريكا الشمالية. لكن كما أن هناك عوامل عديدة تتعلق أيضا بدور تغيرات المناخ في الأمن. النقطة الأساسية هنا أن منظمين المؤتمر يطرحون تساؤلا حول قدرة قادة العالم على التوصل أو على تقديم بديل لنظام دولي بدأ يتآكل ولكن بدون بديل واضح حتى الآن. طيب، الصراعات التي يشهدها الشرق الأوسط هل سيكون لها صدى للنقاش في المؤتمر؟ وبرأيكم ما أبرز القرارات التي سيخرج بها المؤتمر؟ طبعا الشرق الأوسط هو الحاضر الغائب دائما، يعني هنا بالعكس في هذا العام هناك حضور عربي قوي. الرئيس المصري السيسي سيشارك غدا في جلسة مفتوحة بحضور المستشارة الألمانية ميركل. هناك خبراء من عدة دول عربية هنا. طبعا تقليديا الصراع العربي الإسرائيلي، الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين أيضا له حضور هنا. لكن جملة هذه الصراعات الشرق الأوسطية هي أيضا جزء من منظومة عالمية. لماذا؟ لأن آليات التعاون التي كانت موجودة خاصة في ظل فراغ تتركه يعني توجهات داخل الإدارة الأمريكية نحو العمل المنفرد، نحو تهميش الحلفاء، نحو العزلة السياسية، كل هذا أيضا يلقي بظلاله. لكن النقطة الأساسية التي ذكرتها أي اليوم وزيرة الدفاع الألمانية أننا نريد، قالت أن ألمانيا تصر ولا تريد إنقاذ المعاهدات التي ساهمت في دعم أو إرساء الأمن السلام في 60 عام الماضية، لكنها أيضا تريد دمج دول جديدة هامة جدا مثل اليابان، مثل كندا، مثل جنوب أفريقيا، يعني دول تركيا. يعني هذه النزاعات اللاتعاونية أيضا لها علاقة بما أطلق عليه أنا شخصيا ترامبنة العلاقات الدولية، أي اختزالها في فكرة أن ما أكسبه يجب أن يخسره الآخرون، والابتعاد عن عقلية العمل الجماعي التي ساهمت أيضا في دعم الاستقرار. نعم. في أوروبا. هذا هو مربط الفرس هنا في ميونخ. طيب أستاذ لؤي، هل ستتبع أوروبا استراتيجية لدرء المخاطر في العالم، وهل لديها القدرة في التأثير على الساحة العالمية رغم الصراعات الدائرة حاليا؟ هذا سؤال مهم جدا. يعني تم الحديث أو استخدم مصطلح الاستقلالية الأوروبية في التعامل مع أزمات العالم، أزمات المنطقة. ماذا يعني الاستقلالية الأوروبية؟ للأسف أوروبا كما نعرف هي عملاق اقتصادي ضخم، لكنها لا تمتلك هذه الاستقلالية العملياتية، لأنها معتمدة استخباراتيا وعسكريا ولوجستيا على الدعم الأمريكي لها. والآن لذلك الرئيس الأمريكي ترامب طلب من الأوروبيين رفع
نسبة انفاقهم على 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 الجيوش الأوروبية، رفع سقف قدرات الجيوش الأوروبية. الجيش الألماني في حالة صعبة جدا، الجيوش الأوروبية الأخرى أيضا بعيدة جدا عن فكرة العمل المشترك. الاتحاد الأوروبي أخفق إخفاقا جديدا في العشر السنوات الأخيرة في تطوير سياسة خارجية مشتركة تضمن أيضا أمن دول الاتحاد الأوروبي، وهو الآن في مأزق كبير، لأن الشريك الأمريكي الأكبر الذي حمي أوروبا بمظلة عسكرية 60 عاما غير مستعد اليوم لتحمل تكاليفها حماية أوروبا، ويطالب الأوروبيون الآن بالخروج من مرحلة المراهقة السياسية ومحاولة وعلي وبذل جهود أكبر فيما يتعلق بتمويل جيوشهم وتطبيق آليات العمل المشترك على أرض الواقع. هذا ما ينقص الأوروبيين. الأوروبيين يعرفون نقاط ضعفهم، ولذلك طالب نقاط كثيرون ألمانيا، طلبوا أيضا بالتعامل بإيجابية أكثر مع مطالب ترامب. ليست كل مطالب الرئيس ترامب مطالب تعجيزية أو مطالب خيالية، بعض المطالب لها أرضية واقعية، ومنها تقوية العمل الأوروبي المشترك وتقوية القدرات العسكرية والاستخبارية لأوروبا، حتى تتحول أوروبا يوما ما من عملاق اقتصادي إلى عملاق ولاعب سياسي هام في المنطقة. نعم، الخبير الدولي أو لشؤون الأوروبية لؤي مدهون من خبير الدي دبليو، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.